بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله طلاب الصف السادس في درس جديد بعنوان تلاوة وتجويد سورة فاطر من الآية 32 إلى الآية 37. وأهداف درسنا لهذا اليوم: أولاً، أن يتلو الطالب الآيات من سورة فاطر من الآية 32 إلى الآية 37. ثانياً، أن يفسر الطالب معاني المفردات. ثالثاً، أن يحدد الطالب حكم الإخفاء. فدعونا أعزائي الطلاب نراجع ما درسناه سابقاً. والسؤال هنا عزيزي الطالب: اكتشف حروف الإخفاء من بين حروف الهجاء الآتية، أي استخرج حروف الإخفاء من بين هذه الحروف: التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الفاء، القاف، الكاف. أحسنت وبارك الله فيك. فدعونا الآن نشرع في هدفنا الأول، أن يتلو الطالب الآيات من سورة فاطر من الآية 32 إلى الآية 37. وللنطق السليم رددوا خلفي هذه الكلمات: ولؤلؤا، ولؤلؤا، ولباسهم، ولباسهم، المقامة، المقامة، يصطرخون، يصطرخون. استمعوا وانصتوا للآيات الكريمة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم
ربكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. رددوا معي بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير. أحسنتم، بارك الله فيكم. استعن برمز الـ QR كود في سماع الآيات مرة أخرى، ثم اتلها بنفسك تلاوة صحيحة. الهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات. معاني المفردات، والكلمة الأولى أورثنا، ثم أورثنا أي أعطينا. أحسنت. اصطفينا ومعناها، ممتاز، اخترنا وفضلنا. ومنهم مقتصد، ومعنى مقتصد، أحسنت، أي استوت حسناته وسيئاته. يحلون، يحلون فيها أي يلبسون الحلي، أحسنت. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ومعنى كلمة الحزن الهم والغم، أحسنت. دار المقامة أي الجنة، أحسنت. لا يمسنا فيها نصب، ومعنى كلمة نصب أي تعب، ممتاز. ولا يمسنا فيها لغوب، ومعنى كلمة لغوب أي إعياء وضعف، ممتاز. والكلمة التالية يصطرخون، وهم يصطرخون فيها أي يستغيثون بشدة. وآخر هذه الكلمات نعمركم أي نمهلكم في الدنيا عمرا طويلا، أحسنت. فسر معاني المفردات التالية، وأول هذه الكلمات أورثنا أي أعطينا، ممتاز. والكلمة الثانية اصطفينا، ومعناها اخترنا وفضلنا، ممتاز. الكلمة الثالثة مقتصد، ومعناها استوت حسناته وسيئاته. وآخر الكلمات يحلون أي يلبسون الحلي، وهم أصحاب الجنة، أحسنت. الهدف الثالث أن يحدد الطالب حكم الإخفاء. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ أولاً الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. والسؤال هنا عزيزي الطالب، ما هي حروف الإخفاء؟ حروف الإخفاء، وسبق أن درستها، الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الضاد. أحسنت. مجموعة في أوائل بيت الشعر الآتي: صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. ما هو مفهوم الإخفاء؟ والجواب، أحسنت، هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين على حال بين الإظهار والإدغام دون تشديد مع بقاء الغنة. وسبق أن ذكرنا أن الغنة هو الصوت الذي يخرج من الأنف، فيكون ذلك إذا وجدنا نون ساكنة أي مجردة ليس عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، أو وجدنا تنوين بالفتح أو بالضم أو بالكسر، ثم جاء بعدها أحد هذه الحروف في كلمة أو في كلمتين، يكون ذلك حكما للإخفاء. ومع الأمثلة سوف يتبين لنا النطق السليم. ولدينا هذه الأمثلة هنا، كلمة أنفقوا
نون ساكنة جاء بعدها حرف الفاء. رددوا معي: أنفقوا. والكلمة التالية: أنزل. أنزل. ونلاحظ هنا أن النون الساكنة جاءت في كلمة واحدة مع حرف الإخفاء. ومن الأمثلة أيضا: لن تبور. لن تبور. نون ساكنة جاء بعدها حرف التاء ونجدها في كلمتين: نون منفصلة في كلمة والتاء في كلمة أخرى. والمثال التالي: من دونه. من دونه. نون ساكنة جاء بعدها حرف الدال. غفور شكور. تنوين بالضم جاء بعده حرف الشين. والآن رددوا معي بقية الأمثلة: فصبر جميل، عليما قديرا، عذابا ضعفا، لكل جعلنا، شيء فيها. أحسنتم وبارك الله فيكم. حدد من خلال الأمثلة التالية ما يمثل حكما للإخفاء. والجواب: أحسنت، ريحا صرصرا. تنوين بالفتح جاء بعده حرف الصاد، والصاد من حروف الإخفاء. هل هنالك مثال آخر؟ ممتاز، ينصركم. نون ساكنة جاء بعدها حرف الصاد أيضا. أحسنت، ينقلب. نون ساكنة جاء بعدها حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء. أحسنتم وبارك الله فيكم. رددوا خلفي هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أحسنتم وبارك الله فيكم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.